لعن ابو الفقر يبنى التذاكر يبنى التذاكر، وان شاء الله باكر العشاء السفر باكر في الليل. الله يبحثهم هذيل مال التذاكر. انا ابو كل يوم يزيدون شوي، كل يوم يزيدون شوي، ما نحصل طيارات ديزل هذيلة. لو حصل طيارات هذا قنبو ديزل كان سر جنيف ب 62 درهم ونص. هيه راكب بيكاب انت؟ ايش قلتي يا ام لسانين ويا تفاحك هذا؟ بوي بنتك مو بعايبها نسير اسبوعين او انها تبغى تجلس شهر. انا ما عندي مانع بوي، بس كوني حق امك. وي الحين بترد السب علي انا؟ مو بنت اللي قايل يا دوب توفر علينا؟ مو بنت اللي قايله ما روم اترك يا دوب اكثر من اسبوعين؟ هي عيل علي حينه. لا انت عيلي علي انا، يعني انت تبغيني تطلعيني بخيل قدام بناتك؟ هيه بتستوي الحين، يلا ضربه وكنسلوا علينا الرحله. أكسل عليكم الرحلة؟ أنا في ذمتكم ما صرت أنا أحجز التذاكر هذا، رغم الأزمة المالية الطاحنة اللي أنا أمر فيها صرتوا قطعت لكم التذاكر هذا. هذا مؤشر عن إيش؟ عن عزكم. بتقولون عني بخيل؟ ما حجزت لكم على بانكو، حجزت لكم على جنيف. شو معنى هذا كله؟ هاتي التذاكر. وأنا أقول آمنة من وين جايب الحساسية هاي كلها؟ ثرها منك؟ طاعت. تكسر الكرسي؟ اكسر الكرسي؟ كسرتيني، صار لنا كم من يوم ما تدوسين على اسبوعي، اشياك اليوم دست عليه. سير لا ما قلنا تقولي يدوع. شو هذا يدوع؟ اقول لك بنتي شريتي لي حبوب مال الرقاد. هي يدوع هكم في حجرتي. هي زين انا بسير على كبي، انا بسير تاخذ. انزين خذي شوي من شوي شوي خذي شوي من داخل. وين اخذ خوذ؟ شلي عرباتك، شلي شلي شلي. هذا بعد المفروض يعطون ليسن على ها. اللي يسوق هذا لازم يعطونه ليسن، ما يعطون الغشيم اي واحد مني ودرب يسوق هذا اللي يلا. سير لا اقول لك بنيتي انتوك اتصلتي عاده بعبيد وسهيل عشان يجون، ويوم اللي كانوا لبدهم مشغولين ولا شيء، اذا مشغولين كنسلونا الرحله ونروح دفكه. وي يا دو نسيت ما سويت تليفون. شو ما سويتي تليفون؟ شو هالرمز وهذا ندوش بعد الخدي بلا محتشرتي؟ شو مسوي به؟ والله شو اقول لك يا دو، تحصلين دافع فلوس التذاكر نوط ينطح نوط ومعصب. ها تراني من الحين اقولكم انا ما بلبس لعبه ولو قايه في السفر. بتهبين بتلبسين عباتك ووقاتك وريلك فوق راسك. امي عبا وجنيت متى استوت عاد؟ شو ها وانت بون؟ البسن عباية ميثة، لبسي بناتك الشيل هو العباه ولا تخلينهن كذي، تراهن بنات ناس وقبايل لا يعايبون علينا العرب. اها ابوي الشنطة العودة قبل أسكرها، في عندك شيء وخلاص؟ ها غلقنا. إيه بحط أغراض المطبخ والبزار مالي. بزار؟ ليكم بتحطين البزار هاي داخل هناك الشنطة ناخذه ويانا جنيف؟ عربوش الحين سايرين مدراس. جنيف هاي جنيف، تبينهم يروحون ريحة البزار. جنيف هاي الحدائق الغناء، البلابل الصداحة، الأمطار، يروحون بزار من شقة غريب؟ إيه أنا عارف إنك بتقول لي هالمحاضرة، بس بعد باخذ بزاري. زو هالحليب هذا إيش حقه؟ ترى شلثم قايلت لي حليبهم هناك ما بشي، وعدنا تعرفني ما روم اصبر على الكرك مالي. انا ساعات احس تصدقين كني ماخذ من الباريه حشا. انا بوش كرك في جنيف، كرك هناك اذيتنا تراك في البلد هذي، تقول نازل علينا من السماء. باكر في المطار بيرسول لي وذس 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 وذس، يوم بياخذون بعض الاشياء بتعقون على راسي انا. انا ادري تروحي تروحي يا ابوي. اقول ايش سويتي ويا توم اند جيري؟ منو تقصد؟ أنت أخو بلال سهيل وعبيد بيون باكر؟ هي عاد على كلامهم إن شاء الله باكر بيوننا وبيدقون الجرس. أبويا حط اللابتوب مالي والبلاي ستيشن في شنطتك، شنطتي ما فيها مكان. أعتقد إن هناك عندهم إنترنت كافيه، ما يحتاج تشيلين اللابتوب وياك. بس أنا أبغي أسهر في الليل، بشيل اللابتوب هاك. أنت رست الشنطة، ممكن تحطوني هالثياب عندكم؟ لا
الله الرحمن الرحيم وديه ايش جايب لك بوي في بيتنا رجال غريب تاي ريال غريب مو بريال غريب 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 لكن مو بريال غريب غريب بس مو بريال غريب غريب راح البيت غريب ويدي بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا اللي لابسنه والله اني اتحس بك من باري صار يصلي الجمعه باري صار يصلي الجمعه والله انا ما عندك ذوق والله انت وش عرفت انت في الموضه يوم بنوديك كيرلا ارمسي ابوي نحن جاء ابوي شو هاللبس انت وين رايح الهوال فرها يا غريب فرها انتو شخصكم في لبسي انتو بيخصكم في لبسي ما عليكم انتو في الشيء اللي انا لابسنه انا هذا شار علي الاخ عباس هاي مشورة عباس حق مشورة غريب شو هذا شو ثياب اليهال هذه مال المراهقين لا صدقتني الحين شبراكم ما يخصكم انتو في ثيابي ما يخصكم يا ابوي ثيابك مو براكبه على بعض ما فيها ذوق صراحه انا افتشل اطلع وياكم شي في المطار كذا افتشل انك راي لي لا تطلعي وياي لا تسري تمي في البيت بسافر انا بروحي زين وبعدين اصلا سالفه ليش تضحكون حلو ها حلو حلو غصب عليكم حلو انا الحقيقه ما اخذ مشوره الاخ عباس انا قلت حق عباس انا ريال ما اعرف بالموضه والذوق فقال لي شوف ابو احمد الموضه انت تطبق نظريه الوان الطيور يصير في داخل الموضه اخذنا سوق الكرامه واشترى لي هو اللبس هذا خص الله اللبس وخص الله الشور عين ابوه شي انت شفت بيبي متو وطبقت 12 لون مالها في قميصك يلا ابوي يلا 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 كم تطير عنا الطياره يلا ابوي حرام ما ظهرت ولين ما يونس هيل وعبيد يعني شو يعني وين ما يوس هيل وعبيد تطير الطياره عنا يا ابوي كلها دقائق ما يوصلون سمعوا والله ما شبرت ولا شبر ولا فلحكم الباب اها عاد غريب غريب صدق هي الدو سبحان الله يمكن مايون خلنا نتريا وياها اوكي 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 وين مايو نبغى الرحله بعد شو حق القهر بس ابوي انا ايش حاجه ذابح نفسي ياكم انتو انا ساير حجرتي ارقد هناك اذا يوقم توم اند جيري وعوني انا قوم القش انا قوم القش خليه كذا يدو حبيبتي شو رايك نخلي قوليتي لس عندك لين ما يردون سهل وعبيد الله يخليك يدو لا تخربين علينا رحلتنا نحن من زمان ما طلعنا مكان قولي الله يخليك توافي توافي يدو حبيبتي انزين بس زين حببتينا شو هذا انزين خلاص وافقت تم بس لا تمزرينا هاتي اعطينا حركتي اصبوعنا يا ودي ذبابه ذبابه قولي ذبابه مضاعن انزين مضاعن ردت بعد تقولي مزاعن زاعت عليك الطيور ان شاء الله وخيسك هذا بالله عليك انت شو فيك بس من الرمزه اندوج هزرك عيالي وصلوا ولا هزرك هزر مالي يعني شو هذا شو هالرمزة قومي اعطيني هميها يغمتنا شو يعني تبي المتاي شباب المتاي يقولي ابا طشونة ماء طشونة زي كلمي عربي فلسطيني انا ما اعرف صراحة ما تعرفينها يقول الشاعر لا تقرك الرمز في ظله وتشوف ليات المحازم ولد النذل لا تستخله يمحنك لي من بد لازم أنا النذل؟ الله يا قولي الرمز من الصبح ما تعرفينه إيش معنى هذا بيت الشعر يلا حدي دق الباب قوم يصير بطل الباب وبكينا إن شاء الله Come on.
عيالي حياكم الله. مرحبا مرحبا الساع. الله يحييك ويبجيك يا يدو. الله يخليك. والله يا يدو ما عليك مين لو ما معزتك وكرامتك عدنا، لان هذا البيت لا يناه ولا طبيناه. انا اشهد انك عزيز وغالي عدنا. لو تقولين عبوا عماركم من البلكونه بنهد بعمارنا لجل خاطرك بس. وبعدي انزين عاد عيالي ندوركم خبروني عن هذا الطبل والسماع، شو سالفتن؟ جه يدو انت ما عندك خبر؟ لا لا وش دراني. يدو رحنا فرقه طال عمرك، فرقه عياله جمعيه راس الخيمه. اي طال عمرك وباكر بحول الله طال عمرك عندنا عرس في الراشديه. انزين عاد عيالي ما عليه، لكن تحصلون شيء من ورا هذي عاد الطبول؟ شيء يعني فايده تدش عليكم؟ والله يا يدو تبين الصدق الحاله وكيسه. أي والله نعم، هالايام مول ما حد قام يجيب لا عيالي ولا ليوه ولا حتى هاي شو يسمونها هي؟ انديمه. لم ديمه. عود بالله كل يا يدو يجيبون هالفرخ هذي الا منو اسمه عاوني عليه الجسمي. الجسمي وعيضه واحلام. إيه؟ لما الشيوخ الله يطول بعمارهم قولوا امين 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 وصلى على النبي، قاموا يجيبون هالليوه وهالعياله في الحفلات كان انغرضت وانغرضنا نحن بعد وياهم. والله صدق سهيل. نعم والله صدق بينا يوم يا يدو، يوم بينا سنه 2015 2020 بتلاقينا في المتحف متيبسين واسين في الممرات يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله انزين عاد شخانته الحين العرس يوم ما شي فيه عياله ولا فيه رزفه ولا ايش هذا الاغاني اللي يحط الناس يا ابوي؟ تخبل ابوي يبون هذا المزازيق ويط 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 تصمم حتى ذنيك انت اللي جالس تطالع. يدو انت تحرين الفرجان والبيوت مثل قبل، وين الله يهديك يدو السكيك اللي تعيدينها؟ بدات كذا. نعم مالك مكان حق العيال يدو. اي والله العظيم الله يا عيالي ذكرتوني الاول ذكرتوني بعرسي يوم يجيني بن عفصان. انزين وتشوف هذيك الفرقه الحربيه والعياله انزين والرزيفه وهاللي التفجان ها التلاقع فوق طخ طخ ويعني بن عفصان البيت وشان يشلني على الناقة. إيه؟ زين ذكرتوني بهذه الأيام. ريلك هذا بن عفصان؟ إيه الله يرحمك الله يرحمك ويغفر روحك. الله يرحمه. نعم ما قصر ريال طيب الله يرحمه. وياني الله ويشلني على هيك الناقة الغاوية يا سلام. ويا عيالي قال عاده يقول هذين اللي يرزفون يقول عقب ما هي عيوز تجدد صباها صباها زينها يا عرب تماريذ تماريذ. ها يا دوم قامت تعب. ايه ها يا دوم اشوف تحنيتي حق العرس وايامه. شو هاي عيالي يا الله يا الله تبارك في عيالنا وعيال عيالنا. شو هذا عيالي عيال ابوي؟ كان عندكم دق ولا شيء؟ خلوني ابقي مثل ما يقولون اطرب والسنع. بعد حاضرين يا دوم حاضرين. اسمع حبيبي ترى هذا هو ومن شله ما استحب. حاضرين يا دو حاضرين. ابو سهيل سمعوني. قول به قول به قول به. نعم ايه يلا. وجرنا الوان اسمون تبل. أقول أبوس يمكن دكتور حودة بعد باخ في زيارين. لا يا أمي ما ظنتي، هذا مو بدك زيران، هذا كان هلا عيالة. أنا خوف بس هذا في ناس ياسين يسرقون زبابة
صوت جاي من شقة غريب يسوون تمويه يدقون تبل عشان يسرقون زبابة. لا يا ابوي ما ظنتي. الله يخليك الله يخليك يا ابوي. ابو سيدك مالك شغل في الناس ولا تستوى ملقوف. عند استخف الطالع عندوك عندوك. اللهم سكنوا في مساكنهم. لا يكون مسكونة ترى هالسوالف هاي فينا. لا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. يا الله يا عيالي أنا عاد قلت لكم ردوني أيام زمان ما بقلت لكم يوزوني. طالع ابوي. اي والله اي والله الباب تهدي هدي. ابوي طالبين شيء من عند القراش انتو؟ عبيد ما عرفتني انا عباس. نسيت يوم راكم غريب يا بيت لكم هذا برياني اكلتكم داخل بيتنا. عباس اسمح لي يا اخوي عباس اسمح لي نسيتك. اسمح لي يا اخوي يوم رغنا غريب. يوم راكم رايت اشتريت من المطعم على حسابي عشاء. هيد شوي بنخلي يدوه دش داخل. خلي يلا شوي. ها شال يدوه. سير داخل. الله يخليك. سيري ريال جاينا. ريال جاينكم. سيري هي هي انا باسير. عاد انتوا اعطوه فواكه وخضره لا تقصرون فيه. يلا هيد يا منو. عباس ما صار. عباس هيد يا ابوي يدو تمشي على 10-20 بلاك كذا. هيد شوي دار شوي دار. وين صاير وسويهان انت الدار يا سويهان. خلاص خلي حريم تو. يلا تفضل. سهيل عندك؟ موجود تفضل. ما شاء الله سهيل. هلا عباس كيف حالك يا ريال؟ الحمد لله. قرب تفضل. ما شاء الله سهيل عندكم تبول. شو مسوين عندكم ختان؟ لا عباس هالطبول انا واخوي عبيد مسوين فرقه مع العياله. عيالي سهيل عبيد الله يخليك خاطري اسوي عيالي عشان شافيت الداخل خريب تروس. سوي لي شوي عيالي الله يخليك. ترى اكليناكم هاك اليوم راكم غريب اكلناكم برياني. عباس الحين تعبانين. خلي وقت ثاني. ما علي وقت ثاني الله يخليك عشان برياني بس اكلهم دفعنا فلوس. لا عبيد شوي يسوي بس عياله عشان انا اشوف بعد بزقر قولي عشان يشوف عندنا عرس محمود. لا زين يلا بزقر قولي. زقر قولي شال. يلا دل يا هالعيشه. وبعدين عبيد ما فينا ندق نصير نحشر يده. تدري انت قلبها رهيف. وبعدين هذا الله يهداك قراشي وش اللي بدق العياله هذا مال. يا فلي بسم الله دقوا قولي وسل. ها قولي وسل دقوا بيت. يلا بسرعه عياله اعطونا عياله يلا عشان تعلم. اعطيناكم ايش لهم ذاك اليوم. ان شاء الله عباس فضحتنا والله العظيم ما تسوى علينا. شريناهم بفلوسنا. لا ان شاء الله. يلا بسم الله سووا عياله. يلا بقوا يلا بقوا. شلي اسمع عباس. ها ترى حين هذه الشلة اللي بيشلها مخصوصة حقك انت. هو شلة تابلة ديك انت بس. يلا بسرعة. الشلة اللي بنقولها الحين حقك انت هذه. حقي. يلا بشوفها. يلا اقلني. يلا البارحة ما ذقتنا نوم عيني على ربع Yeah.
البار البار. عباس ها شو يارس تقول انت؟ قول قصيد لا شو يارس قصيد وهاي الرمسات علشان شل مع مال بدو لا تقتلع ابو علشان تقتلع قلت لك هذي المال ابيت عليك خليك قالت غلط انا ما قلت غلط تعال. هو بالبار سبر 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 تعال سبر خد فهم سبر ابي تعال تعال سبر لازم شو ما اعرف انا اسوي هذا لا لا خلي خلي عندك اسمع اسمع انا عارف موضوعك قايله والريال كان قاعد بروحه صح بعدين روحوا عنا ربعه بدل عيوني تميسين هذا قصيد مال بدو انا تقول له البار هي روح عنا ما زاقناهم مالك خص يا عباس قلنا لك انت اسمع انت اسمع وبس شال شو يا لس بروحه وسهران توبه توبه خلص مو ما اتكلم ولا والله ترى ما بدك لك ترى لا 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 خليك انا ما بعد اكلتكم ترى ما تبوس له بلاش برياني بفلوسنا عشان قولي بس قولي عشان قولي شوف ذلب هالغدا هذا ما مالي قولي قولي بس عشان قولي شوف عشان الارث مال محمود يلا يلا بقو 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 بنو ما اتكلم انا يا شيلي شيلي البارحة ما ذقت أنا نوم عيني على ربع زيره والبارحة ما ذقت أنا نوم عيني على ربع زيره صرت طاع من عند الباب هاي بعد شقة القش هاي كالحديها خير شو تبى لو سمحت والله هو الإزعاج ده جاي من عندكم هي عندنا عياله عندكم مين يا أخويا عياله عيال مين لا مؤاخذة إنا لله وإنا إليه راجعون نفتك من عباس تظهر لنا أنت شو مستوي والله يا أستاذ عباس أنا سمعت زيتة ودوشة قلت أطلع أشوف إيه السبب يعني حياك حياك يا دكتور حياك كان بترزف ويانا حياك هو أظرف يعني إيه لمؤاخذة يلا عاد قوموا فهموا ما بتزرف رزيف رزيف ترزف يعني كذا أرزف كذي دق يا حي الله دكتور اللي انا كده فهمت هي الغغة من عندكم بقى انا بقى عارف غغة شنو يعني اظنيه بقى يصير منطقة مغافة تفضل تفضل ادخل هيه ادخل تفضل طيب انا مبسوط انا مبسوط طول عمري احب اتعلم الفلكلور ده وخصوصا المعلايه خسي ايه ده فيه خسي وتهبي معلايه هدى شو قال حلايه قال مسود الوجه هالرجل خوال علينا دكتور ايوه اسمها عياله ايوه هي المعياله عيون عيالي يا سيدي وانا كنت رقصتها قبل كده يعني يلا القصه خلاص بقى 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 يلا ابويا ما زلنا نحن عايزوا شباب عيوني على ربع الديره والبارح عيوه ما زلنا نحن عيوني على ربع الديره والبارح ما زلنا
عيالة في شقتي أنا عيالة. شو هذا أديتنا قريب عيالة ترهم شو مسوينهم حافرين طوي؟ معلوم من بيدافع عنهم غيرك أنت؟ معلوم أبوي. والله يا غريب تبغى الصراحة يا أخوي. إيش الصراحة؟ شو صراحة؟ لا صراحة ولا براحة ولا غريب ولا عجيب. هايك المرة يبتولنا دبش قلنا ما عليه. تراهم جايبين روس ليبال وجايبين وياهم دبش ويا الله ابلعها. بلعناها سكتنا ما قلنا شيء. هالمرة عنبكم جايين جايبينكم عون نظهر عنكم أربع ساعات والرد نشوفكم جالبين الشقة على روسكم وتدقون عيالة وميمعين نص أهالي العمارة ويايبينهم عندكم. نحن ما ذكرناهم. روحهم يوم ندق عيالة يجون يرزفون. منو قالكم تيبون طبول وياكم؟ احنا ايش درانا انكم الله هديكم ما بتسافرون؟ صدق مايا انتو ايش حقا رديتوا؟ المفروض الحين تكونون داخل اخن الطيارة. شوفكم رديتوا الاخ الفاضل غريب ماخذ فيزا حق النمسا ما بجنيف ردونا من المطار. تراب منك يا غراب. تراب يا غراب؟ أنا بو غلط واحد ما يغلط. هذا وانت تعرف كل شيء. ما تعرف جنيف والفرق بين جنيف وألمانيا؟ ها؟ عارف ان هذه طال عمرك حق النمسا وهذه حق ميونخ. اخوي عبيد العلم نور. ما يسويها الا ولد الغش. عنبو تردها لك من المطار. انحد اسمعني عاده شوف انا باسير حيني لكن ها مو بتقول لهم شيء وتسمعهم كلام مو هبقاوا ولا دروكم ترى بزوالك. ها يلا اخواني مشكورين وما قصرتوا وكثر الله خيركم وديتوا الواجب وزيادة. نحن طال عمر نبغي نركض. يعني شو؟ يعني أبوي خلاص ندوكل يلا. هاي طبولكم أبوي وطيرانكم وتوكلوا أنا سامحتكم ما أبغي منكم شيء. وهذا لا تنسون هذا اللي منسدح بالنص توكلوا على الله. جنك إلا تروغنا من شقتك غريب. عايش تباني اسوي بكم؟ تفضلوا ارقدوا وابد ما عندي مكان ترقدون. نعم قريب انا اللي بسألك. لا بالله احنا شو عندكم؟ ها شو هايش؟ تعالوا سيروا شو سالفتكم انتوا ويانا؟ لا والله محشومين لكن هو قصدي يعني ان الظروف شوي تغيرت. والله عاد اسمعيني اذا ريلك غشين بالعواصم وما يندلزين احنا بوي ما بيارسين لكم. نعم شو هاي السالفه هذه بحد؟ العلم علم اته بالعلم. العلم علم وغشيم انتوا عن شو تبغون؟ ما تبغون تصيرون راس خيمه؟ شو نصير راس خيمه؟ كي شو تبغيهم يقولون عنا امعه؟ لا والله محشومين انتوا ما بامعه. بلا امعه تركانوا لك. ما بامعه شو بعد امعه؟ ما بامعه شو جاي بعد انا امعه؟ شو بمعه؟ ما بمعه معه أنا شو كهيم معه؟ تبمعه بس ما بمعه. أبوي سير طلع الاستشوار مالي من شنطتك. يعني هذا تشوفينه وقت هذا؟ ما تشوفينه أنا مشغول للمعات قصدي ويا خوالك؟ أبوي سير وسكنهم في فندق وادفع قدرهم مو بسالفة هين زين. هي صح ثاني هذا شهر زين بس عاد فندق 5 نجوم في تشكوزي وفي بعد مال هذا المساج. ما بفندق انا مخدات فيها ريحه لان ما اقدر ارقد. اتيني حكي في يمبي حساسيه عندي. منو هذا؟ انا. حكي في يمبك انت؟ شوف ابوي انا بعطيكم بيزات تسيرون الفندق عندكم. والله دولارات عندي. تعرفون دولارات؟ دوك خذوا اي دولارات ياكم. اتصرفوا واسكنوا في الفندق وارتاحوا. الحين هاي البيزات ولا مال بنك السعادة؟ شو بنك؟ انت وين دولارات؟ بيزات زين. الفندق اللي بنسير له فوربورد؟ ها؟ فوربورد؟ ها؟ يلا عاد فوربورد والله قهر.
فول بورد، فول بورد، يعرفون فول بورد، والله قهر، آخر قهرة.